أول مرة تيجي البيت، بس مش هتبقى آخر مرة. مش عارفة دخلت بيت الشدة إزاي، إحنا دخلنا الحارة ودخلنا البيت كأن محدش حاسس بينا ولا شايفنا. حصل إزاي ده؟ حصل واللي كان كان. أنا تحت جيلك عشان كده طلبتك، وانتي جيتي على طول بقصد أو من غير قصد، انتي جيتي على طول. قولي لي انتي دراستك ايه؟ صحافة وتاريخ. تاريخ، أنا أحب التاريخ قوي، ونفسي أكتب تاريخ بيت الشدة والحارة من أول وجديد. بس التاريخ اتكتب خلاص. التاريخ لسه هيتكتب. مستحيل. هيتكتب زي ما أنا عايزة. التاريخ اتكتب خلاص. مفيش حاجة هتبقى مستحيلة على فلك. التاريخ هيتكتب. هيتكتب من أول وجديد. يارا زي ما أنا عايزة. يارا مالك في إيه؟ طب من فضلك سيبيها وإحنا هنعمل لحضرتك اللي أنت عايزاه. حاضر. يارا اسمعي كلام الهانم، عشان الهانم زعلها وحش. سامع يا مينا؟ حاضر، هنعمل لحضرتك اللي انت عايزه. حاضر. التاريخ لازم يتكتب مرة تانية. يتكتب يا هانم، وفلك هي اللي هتكتبه. هناخد أول صورة للتاريخ. ذكي قوي الولد ده.